بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثالث من الكتاب 49، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. والعزم يقابله التعليق، العزم يقابله ايه؟ التعليق، انك انت تدعو دعاء وتعلقه على شيء. يبقى عندنا احنا ايه؟ لما تقول يا رب اغفر لي، يبقى كده انا مش هعلقه على شيء. لكن لما تقول يا رب اغفر لي ان حفظت على الصلاة، يبقى انت علقته على شيء، ما عزمتش الدعاء كده. يا رب اغفر لي ان جاء رمضان القادم، لسه ما جاش، بتعلقه على شيء، يبقى انت كده غير عازم في الدعاء. تقول يا رب اغفر لي ان شئت، يبقى انت برضو غير عازم في الدعاء، كانك انت يعني لو ما غفرلكش مش هيهمك، يعني ما يصحش، فيها سوء ادب، فهم؟ وبالتالي النبي ايه؟ امر بالعزم في الدعاء، يعني عدم تعليق الدعاء على شيء، بل تدعو تعلقا بفضل الله، لا بشيء الا بالله، لا يكون كل تعلقك بالله وفضله عليك، لا بسبب عملك او بسبب امر من الامور. ولا يقل ان شئت، لان ان شئت المشيئه تعليق، مش كده برضه؟ المشيئه تعليق، علقه على المشيئه، يبقى غير عازم، مش كده برضه؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 87 بعد 906,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني ربنا ممكن يغفر لك ويدخلك الجنة بلا عمل. مش في كتير من الصحابة أسلموا ودخلوا الغزوة ومات شهيد ولم يسجد لله سجدة؟ كتير كده، فهمت؟ فأنت مش هتدخل بعملك أصلا، فأنت ما تقول يا رب اغفر لي ودخلني الجنة، ما تعلقاش بعمل ولا تعلقها بحاجة، تعلقها بفضل الله كده، فهمت؟ لأن الله لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، لا تضره معصيتك ولا تنفع طاعتك، ولو اجتمع العالمون على قلب سيدنا محمد لا يزيد في ملكه شيء، ولو اجتمع العالم كله على قلب إبليس لا يضر شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي تعظم الرغبة، لأن الله لا يتعظمه شيء، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض
قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء يعني يقول اللهم ارحمني اللهم اغفر لي بس، ما علقهاش على حاجة. هذه معنى إيه؟ فليعزم في الدعاء يعني لا يعلقه على شيء. فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، يعني سواء أنت قلت إن شئت ولا قلتش إن شئت، هو في حاجة بتكره ربنا؟ هو أنت لما قلتش إن شئت يعني هيدخلك الجنة مكره سبحانه؟ فالأمر تحصيل حاصل، وبالتالي عظم أملك في الله. تيجي تقول للواحد اسأل الله الفردوس الأعلى، يقول لا لا تبع بس الجنة وخلاص، مستعظم إن ربنا يديله الفردوس الأعلى. الله لا يتعظمه شيء، ممكن يدخلك الفردوس الأعلى، إيه المشكلة؟ اسأله هو يدخلك. لا، في واحد ساعات يستعظمها، ما معقول بس جنب الباب كده وخلاص. يا عم اذا سالتم الله اسالوه الفردوس الاعلى، فاهم؟ يعني خلي املك في الله كبير، ما تخليش املك في الله على قدرك بل على قدر كرمه سبحانه. عشان كده من اسوأ الادعيه اللي يدعيها العوام يقول لك ربنا يديك على قد نيتك، من اسوأ الادعيه. ليه؟ لانه وكلك لنفسك. لكن الدعاء المحترم يقول ربنا يدي لك على قد كرمه، هو ده دعاء محترم، انه يديك على قد نيتك، مني ما يليق بلومي ومنك ما يليق بكرم، يبقى انت كده وكلتني لنفسي وديتك داهيه، فاهم؟ فده خطر. اوعى تدعي الواحد تقول له ربنا يديك على قد نيتك ابدا، كده كانك بتدعي عليه مش بتدعي له، فهمت؟ لكن تقول له ربنا يعطيك على قدر كرمه سبحانه وتعالى. فتسأل الله من سعة الله لا من سعة المخلوق. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. الإنسان أحيانا يمر بيه بعض المراحل الصعبة، يقوم إيه؟ ييأس من الدنيا كده ويبقى عايز يموت ويستريح بقى. طب وأنت إيه عرفك؟ ممكن لما تموت مش هتستريح. انت يعني عارف ان الموت بالنسبة لك في الوقت ده راحة، وبالتالي يكره تمني الموت الى ضر نزل بالعبد، لانه ربما صبرك على هذا الضر يرفعك درجات. فليه انت تتعجل؟ ما يمكن ربنا بيدي لك هذا الضر ليرفعك بيه عشان تصبر عليه. وبالتالي الانسان يكل الامر الى الله. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني برضه هنا كده بياكل العلم لله، لانه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلما الانسان يعني ييأس خالص كده من نفسه، ما يصحش يقول ييأس من الله، ييأس من نفسه. كويس، يقوم يعمل ايه؟ ولا بد بقى داعي دعاء وهو يائس كده يقول اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت ايه؟ الوفاء خيرا لي. يبقى كده بياكل الامر الى الله، يختار لك ما فيه المصلحه. الخلاصه انك انت لا تختار لنفسك، اترك ربك يختار لك، فهو يختار لك خيرا مما تختاره لنفسك. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمه كلاهما عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه قال من ضر اصابه. يبقى الروايه اللي قبل كده قال ايه؟ لضر نزل به. الروايه الثانيه من ضر اصابه. يعني لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه، دي الروايه الثانيه، والروايه الاولانيه لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به.
والمعنى واحد على فكرة، ولكن هنا بيبين لك منهج المسلمين في نقل ايه الاحاديث النبوية ودقتهم في الحرص على اللفظ النبوي بقدر طاقته. وعن أبي قال حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس، وأنس يومئذ حي، قال أنس لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. لأن سيدنا أنس لما عاش طالب العمر شاف مقتل سيدنا الحسين وشاف مقتل سيدنا علي وعاش المآسي دي كلها وسم سيدنا الحسن والخلاف اللي حصل في الصحابة لما كان ايه يعني ضاقت به الدنيا، درجة ان لما جابوا رأس سيدنا الحسين هناك في دمشق وكان حاضر المجلس ولقى يزيد بيستهزئ بالرأس الشريفة ايه خرج وهو يبكي وايه ويشتمهم، فقام يقول ايه يزيد خرف الرجل، رجل مخرف، فهمت ازاي؟ لانه عاش اوقات عصيبة، فهمت؟ شاف احبابه، احباب النبي دول احبابه، وأمة النبي من اجل الدنيا بتعمل كده في ذرية النبي، حاجة طبعا لا تطاق لا تتحمل، فهمت؟ علشان كده سيدنا انس كان بيقول ايه لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لتمنيته، عشان استريح من ايه من الفتن اللي انا شايفها دي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى 7 كيات في بطنه، فقال لوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به من شدة ألمه ومرضه. وعن أبي قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ليه؟ لأن الإنسان طول ما هو عايش طول ما بيزداد أعمال خير وبر كثيرة، فكده لما يتمنى الموت يعني هينقطع عمل الخير، وبالتالي يترك الأمر لله. واحرص على طاعة مولاك في كل أحوالك في العافية والمرض وفي البلاء والنعمة، واترك تحديد الأجل لربك، فلا تستعجل على الله ولا تتمنى تعجيل ما أراد الله تأخيره ولا تأخير ما أراد الله تعجيله، وهذا من أدب الإنسان مع ربه. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني كأنه بيقول لك عدم تمني الموت مش معناه كراهية، معناه كراهية حب لقاء الله، لا، ده معناه الزيادة في العمل حتى تلقى الله وأنت على حال أحسن. لكن من أحب لقاء الله حال النزع، لأن عند خروج الروح في اللحظة خروج الروح يكشف له، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فربنا يكشف له عن مقعده من الجنة ومقعده من النار. فالكافر يكشف له عن مقعده في النار فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. والمؤمن في هذه الحالة يكشف الله له عن رضاه وعن مقعده في الجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. يبقى معناه حب لقاء الله مش معناه تمني الموت، لا، لكن حب لقاء الله يكون
عند حدوث النزع فيرى رضا الله عليه ومقعده من الجنة، ففي هذه اللحظة يحب لقاء الله. أما كلنا فنخشى الموت، فخشية الموت مش معناها كراهية إيه لقاء الله، لا، معناه حب الاستزادة في الخير، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا بأن، لأن النبي يقول إيه، خيركم من طال عمره وحسن عمله، مش كده برضه؟ وقال إن الشيبة في الإسلام نور في القبر. فكل الحاجات دي تخلي المسلم الطائع يترك الأمر لله، هو اللي يختار لك بقى عمرك يبقى قد إيه، تموت إمتى، تعيش إمتى، سيب الأمر لله، فوض الأمر إلى الله. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بعض الصحابة طبعا لما سمعت الحديث ده قال: ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ قال: ليس الأمر كذلك، المسألة مش مسألة لقاء الله والموت وعدمه، لا، ده لقاء الله عندما يكشف لك حال النزع عن مقامك عند الله، فإن كان خيرا أحببت لقاءه، وإن كان شرا كره الإيه الإنسان لقاءه. وعلشان كده إيه تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني وقت خروج الروح تنزل الملكة تطمنه، يقوم إيه يحب لقاء الله. والتانيين والنازعات نزعة بقى، خناقة، تبقى خناقة كبيرة في هذه اللحظة إيه مع ملائكة نزع الروح. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. والبشر بتبقى إمتى؟ وقت الغرغرة وحال النزع. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وعن أبي قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هانئ أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وكلمة والموت قبل لقاء الله دي أنا أشعر أنها مدرجة من كلام سيدتنا عائشة في الحديث، أنا أشعر بهذا، يعني كأن الحديث هو: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كلمة والموت قبل لقاء الله دي مدرجة من كلام سيدتنا عائشة، كأنها إدراك تفسيري، إدراك تفسيري بتفسر، والله أعلم. فنشوف أحد الشراح قال الكلام اللي أنا قلته ده ولا ده مجرد شعور فهمته أنا.
والله اعلم. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هانئ ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال اخبرنا عبثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الهالك هو اللي يهلك بسبب إيه؟ إنه يسمع السنة ما يفهمهاش فيفهمها على غير وجهه. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واكشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك يعني وقت إيه؟ وقت نزع الروح. فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللي هي والناشطات نشطة. يبقى الناشطات نشطة إيه؟ اللي هي بتنزع روحه بسهولة حيث أنه كشف له عن رضا الله فيسلم روحه بسهولة. لكن الثاني اللي بيكره لقاء الله اول ما يكشف له عن غضب الله عليه يوم ايه تهرب روحه في كل اعضائه يوم يحصل بقى النزع بقى والنازعات نزعه يوم ايه تضربه الملائكه تضربه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يعني يضربوه علشان يطلع روحه سيب ونسيب هو ماسك بروحه كده الملائكه بتخطفها منه فعادي حصل نزاع تقوم تضربه علشان يسيب روحه. والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فيبقى إيه كل ده كأن كلام النبي ده بيفسر لك الآيات. أنت تسمع الآيات تقراها يجي لك النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها وخير من فسر القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث عبثر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. أبو بردة ده ابن أبو موسى الأشعري يعني بيروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يعني وأنا معه بالإجابة يبقى معية إجابة يقول دعوني أستجب لكم يبقى وأنا معه إذا دعاني يعني معه بالإجابة. أنا عند ظن عبدي بي. فالمؤمن ظن بالله خير والكافر ظن بالله سوء والعياذ بالله. فظن خير تجد الخير. وتملي المصريين يقول لك اللي يخاف من العفريت ايه يطلع واللي يتوهم بمرض يجيله وهو مش عنده. يعني انا اعرف احد اصدقائي الله يرحمه كان باستمرار لابس في مخه انه لازم هيجيله سرطان هو مش عنده السرطان ولا حاجه وكل شويه وكل سنه وكل اتنين يعمل تحاليل يعمل تحاليل هو مات بالسرطان فعلا. لان ايه اللي يخاف من العفريت ايه يطلع. فالواحد يظن بالله خير
فيترك الوهم. الاوهام دي وحشه، ما قادك مثل الوهم، فلا تتوهم السوء ابدا، والا تعيش في مرض شديد يعوق حياتك كلها، يجعلك حتى مش قادر تنطلق في حياتك العاديه ولا في عبادتك مع الله. فلا تستسلم للاوهام، خلي ظنك بالله خير، الذي عافاك في الاول يعافيك في الاخر، والذي هداك اولا يهديك في الاخر، والذي جعلك مسلم من اب وام مسلمه ان شاء الله يختم لك بخاتمه الاسلام. فظن بالله خير ولا تيأس، فهمت؟ لان اليأس دي صفة ابليس، فلا تكن ايه على مذهب ابليس وعلى طريقته. كن كالانبياء والصالحين والاولياء، املهم في الله كبير، ظنهم في الله خير، وان الله لطيف بعباده، وانه رحيم، وانه ودود سبحانه وتعالى، وانه ما خلقنا ليعذبنا بل خلقنا ليكرمنا ويعرفنا ويرفع قدرنا ويهدينا، وما أرسل الأنبياء إلا لمصلحتنا حتى نعرف كيف نتوصل إليه وكيف نصل إليه. وعشان كده خلي ظنك في الله خير. فاللي يخاف من العفريت إيه؟ يطلع له، خد بالك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا. الشبر، الشبر بيبقى إيه؟ عبارة عن 20 سنتي كده، معروف شبر. والذراع اللي هو ذراع القدم، قيل ذراع القدم، ادي الذراع. يعني انت بتتقرب الذراع حوالي شبرين ونص. كويس؟ تقريبا. يبقى اذا تقربت الى الله يعني مسافه بسيطه او بجهد بسيط، ربنا سبحانه وتعالى يتقرب اليك اضعاف ذلك. لانه كريم سبحانه وتعالى. إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا، والذراع 24 أصبع مستعرضة، مش كده برضه؟ 24 أصبع مستعرضة. وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. عارف الباع والبوع اللي هو إيه؟ الطول اللي بين طرف أصابعك دي وأنت فارد إيديك كده، واخد بالك، لطرف أصابعك كده، يعني طول دراعك ده ودراعك الثاني من اطراف الاصابع زائد عرض الصدر، ده اسمه ايه؟ الباع، واخد بالك؟ بيسموه بالانجليزي سبان، اللي هي تلاقي انت لما تعمل كده يساوي تقريبا طولك، فهمت ازاي؟ السبان دي، ده اللي اسمه الباع. ده الباع اللي هو ايه؟ لما تفرد ايديك كده اهو بمحاذاة الكتفين وتفردهم خالص وتقيس بقى الطول ده من اول اطراف الاصابع دي لاطراف الاصابع دي، هو ده الباع بقى، فاهم؟ واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا او بوعا، واذا اتاني يمشي يعني اقبل الي متثاقلا اتيته هروله اقبلت عليه مسرعا حتى انشله من نفسه الي. يبقى ده قرب رعاية وهداية وعناية وحب وود. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا معتمر عن أبيه بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، نفسي هنا يعني في ذاتي سرا، يعني ذكرته في نفسي يعني برضو في ذاتي في سري، يعني لا أخبر أحد. وإن ذكرني في ملأ
يعني جهرا امام الناس، يبقى دل على الذكر ايه؟ الجماعي جهرا. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان اقترب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان اقترب الي ذراعا اقتربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وازيد، ومن جاء بالسيئه فجزاؤه سيئه مثلها او اغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله، ومن لقيني بقراب الارض خطيئه لا يشرك بي شيئا، بما يقاربها يعني ملؤها، بقراب الارض يعني بملء الارض، لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفره. قال ابراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا وكيع بهذا الحديث. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه، غير انه قال فله عشر امثالها او ازيد. باب كراهه الدعاء بتعجيل العقوبه في الدنيا. يعني اوعى تطلب من ربك ان ربنا يجعل عقوبتك في الدنيا عشان تقابله في الاخره، لا، ادعو لربك السلامه في الدنيا وفي الاخره وفي كل، لانك ضعيف ما تتحملش. ادعو ربك، انت خلق الانسان ضعيف، انت تتحمل عقوبه الدنيا ولا اخره ولا في اي حاجه؟ ادعو لله السلامه. في ناس كده جاهله، يا رب لو كنت هتعاقبني في الاخره عجل ليا في الدنيا عشان اما اقابلك ابقى حاجه كويسه. ليه بتعمل كده؟ ليه تأذي نفسك؟ ليه تطلب البلاء؟ اسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ربنا كريم، فاهم؟ اسألوا الله العافية. وعن أبي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني من النحافة، يعني قد خفت يعني ضعف خالص، زي ما النور كده يضعف 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 يبقى خافت خالص. فبيعود واحد من المسلمين النبي لقاه كده ضعيف خالص، ضعف، أدي معنى خفت. فصار مثل الفرخ يعني من النحافة والضعف، عارف الكتكوت الصغير زي كده، ادي الفرخ بقى ضعيف جدا يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه او لا تستطيعه، افلا قلت اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. وعن أبي قال حدثناه عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله وقنا عذاب النار، ولم يذكر الزيادة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ، بمعنى حديث حميد، غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر فدعا الله له فشفاه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وكنا قرأنا في الرسالة القشيرية زمان عن أحد الأولياء أنه قال يعني يا ربي إني أرضى بقضائك على أي حال كان، فابتليني ما شئت. دي دعوة دي. فقام ربنا ابتلاه بحبس البول، فبقى ماشي يتنطط في الشارع ويمشي مش مستحمل،
ويقول لايه لاطفال الشارع اضربوا الكذاب اضربوا الكذاب على نفسه حتى تاب الله عليه وفك بولته. يعني احنا لا نستطيع ان احنا ربنا يبتلينا بشيء، احنا ضعاف. لا تتمنوا البلاء، سألوا الله العافية. النبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو، سألوا الله العافية. ربنا يقول لنا قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انت يعني مش جدع قوي تتحمل العقوبة، لا تتحمل العقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهمت؟ فالإنسان ايه يبقى أمله في الله كبير وفي رحمة الله. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.